عودة على الوفد اللي كان استقبلته تونس البارح الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين، وتنضم لنا مباشرة المتحدثة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي يلا بوثينة جريجبا. يلا بوثينة تحياتي، مرحبا، أهلا وسهلا. منك نعرف العدد اللي جاء من الجرحى في الدفعة الثانية. صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بكل الحاضرين معاك وبكل المستمعين. العدد اللي جاء البارح هو 53 جريح ومعاهم أكثر من 36 مرافق، والمرافقين أيضا كما نعرفوا ناس الكل هما أيضا جرحى نفسانيين وفي حاجة لمتابعة نفسية وصحية. أيضا البارح استقبلنا الدفعة الثانية بعد أن كانت استقبلت تونس الدفعة الأولى يوم 3 ديسمبر، ومهم جدا كونه الطائرة هذه عندها أيضا خصوصية إنها كانت على متنها التونسية التي وجه زوجها نداء إغاثة في الأيام الفارطة. دونك مبدئيا عندنا القائمة الإسمية النهائية الجرحى اللي تم استقبالهم على الدفعة الأولى والدفعة الثانية، هذم اللي نذكروا اختارتهم تونس سولون الخصوصية نتاع العمليات اللي يستوجب يتعرض يخضعوا لها، هكا ولا يا أبو ثين؟ نعم، هما كانت بعثت لنا قائمة في المرة الأولى وقائمة في المرة الثانية، وكما تعرفوا الناس الكل انه سياده رئيس الجمهوريه اذن بتكوين لجنه خاصه بمتابعه مهمه نقل واستقبال ومتابعه الحالات الجرحى. اللجنه هذه اذن سياده رئيس الجمهوريه بان يتراسها رئيس الهلال الاحمر التونسي، وتتكون من يعني اعضاء هذه اللجنه وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره النقل، وزاره الدفاع الوطني، ووزاره الخارجية، وطبعا كل الهياكل التابعة الرسمية التابعة لهذه الوزارات. والاجتماعات تمت تحت إشراف السيد وزير الصحة والدكتور علي مرابط والسيد الوزير المستشار لدى سيادة رئيس الجمهورية دكتور مصطفى فرجاني. يعني كانت المتابعة الحقيقة لأشغال اللجنة على أعلى مستوى، متابعة حضورية من طرفهم الاثنين لمتابعة كل تفاصيل هذه العملية، عملية الإجلاء والإغاثة لأشقائنا. وطبعا كل وزارة خدمت في المجال اللي معناتها وتضافرت جهود في مجال تخصصها من أجل حسن سلامة وتأمين الرعاية الصحية والنفسية والإحاطة الاجتماعية الشاملة، لأنه كان سيادة رئيس الجمهورية يعني تعليمات واضحة أنه تكون الإحاطة شاملة صحية نفسية اجتماعية، متابعة حالات الجرحى اللي استقبلوهم في تونس، ولكن أيضا متابعة حالات أبنائهم اللي فما بعض العائلات تركوا والأمهات تركوا يعني أبنائهم. أنا كنت منذ قليل في المستشفى الحروق، أين قمت بزيارة مع سيد مدير مستشفى الحروق لكل الحالات، وفما زوجة مثلا أم تركت 8 أبناء، يعني جابت بنية مصابة وتركت 8 أبناء منهم أيضا 4 مصابين في غزة في رفح. حالات يعني متعدة، وتطلب التنسيق يعني من أجل كون والهلال الأحمر التونسي يتدخل باش يتم توفير الأكل ليهم غديك في غزة. مش لجلبهم للتداوي مثلا، مسكينة هي طبعا تطلب جلبهم، ولكن تطلب في مرحلة أولى تقول إنها تركتهم في خيمة، إنها ما عندهاش أخبار عليهم، إنها ماذا بها لو معناتها يكون تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومع جمعيات الإغاثة في رفح من أجل تأمين حاجياتهم الحياتية اليومية. ذلك قلب الأم زينة، وذلك تلك الصورة الحقيقة المحزنة. ومن هون من منبركم نتوجه لكل الفاعلين الدوليين من أجل الضغط، من أجل التدخل العاجل، من أجل إنقاذ كل أهالي غزة، ولكن تحديدا أطفال ونساء غزة، لأنه شفنا أنه هذه الحرب عندها خصوصية يعني قتل واغتيال، ليس فقط الأطفال والنساء، لكن أنا سميتها في مرات سابقة اغتيال القانون الدولي الإنساني بكل ما للكلمة من معنى، حيث تم قصف المستشفيات، قصف سيارات الإسعاف، قصف الإطارات الطبية والشبه الطبية، استهداف الحقيقة
غير مسبوق تاريخيا. هذه المجزرة اللي قاعد تقع في غزة من الناحية الإنسانية، أتحدث وأعي جيدا من ما أقول، من ناحية الإنسانية ومن ناحية ذبح وقبر القانون الدولي الإنساني، راهو رسالة لكل العالم أنه قبل هذه الحرب ليس كبعده، ليس كبعده على العالم كله، لأنه العالم الذي لا يحترم فيه القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحقوق الحرب وحقوق يحترم. الإنسان إذا كان لم نحترم الإنسان الفلسطيني فنحن لم نحترم العالم كله، وإذا لم ندافع ولم تتوحد الجهود من أجل الدفاع على الإنسان في فلسطين فأصبح الإنسان في العالم كله مهدد. وهكذا يجب أن تقرأ هذه الصورة، صورة غزة اليوم هي صورة الإنسان المهدد في العالم، صورة الإنسانية المهددة في العالم، صورة المواثيق الدولية التي ضرب بها عرض الحائط في العالم والعالم يشاهد. فإذا إلى كل من له حس إنساني، إلى كل من يدافع عن حقوق الإنسان وعن المواثيق الدولية، رأينا هجمات كثيرة في السابق تحت عنوان حماية حقوق الإنسان وتحت حماية القانون الدولي الإنساني. اليوم نريد لهذه الأصوات أن تدافع على الإنسان في غزة، الأصوات طبعا في تونس، ولكن نداؤنا، وتعرفوا أنه منظمتنا عندها بعد دولي، نداؤنا إلى كل الدول وإلى كل العالم وإلى كل الفاعلين في المجال الإنساني والحقوقي، وخاصة للجمعيات المختصة في حماية القانون الدولي الإنساني، أن هبوا جميعا، لأن الإنسان في العالم أصبح مهدد بعد 7 أكتوبر. شكرا جزيلا يا بثينة قريقبة، وتحيتنا للهلال الأحمر التونسي على المجهودات الجبارة اللي قاعدين تقوموا بها، وتمنياتنا بشفاء العاجل إن شاء الله للوفد الأول والثاني من جرحى العدوان الصهيوني على قطاع غزة من أشقانا الفلسطينيين اللي استقبلتهم تونس. وشكرا جزيلا. فاتكم مداخلتي يا بثينة، تلقاوها على صفحتنا استوديو شمس باي شمس فيم، وبيان سور العروسة اللي راجعت صفحة شمس فيم سباج أوفيسيال سور فيسبوك. ونرجع لكم